عن العمل الخيري، لأن رجل معطاء وأوقف ثلثي ماله يقدر بحوالي 5 مليار وأوقفه لله عز وجل، ويقول والله أوقفته وأنا ما أخشى الفقر لأني أعرف أن الله سيعوضني. يقول حتى أني إذا وجدت في رصيدي مال يقول والله ما أستطيع أخليه في الحساب، يقول إذا خليته في الحساب ما يجني بيع ولا شراء ولا مكسب، يقول متى ما بغيت زيادة فلوس طلعت في حسابي كله. فيأتي الله بغيره. وهذا حديث محمد صلى الله عليه وسلم، بل يخلفه، بل يخلف. اللهم أعطي منفقا خلف وأعطي اللهم ممسكا تلف، ثم قال بل تزده، بل تزد، بل تزد. فنحن المشكلة عندنا في حياتنا هي أننا لا نؤمن بالغيب. الفرق الذي بينه وبين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هو اليقين. لهذا افتتح الله سورة البقرة، وهي أول سورة في كتاب الله بعد الفاتحة، ألف لام ميم إيش؟ لا ريب فيه. بعدها ماذا قال عن أهل الدنيا كلهم؟ الذين هدى للمتقين. من هم المتقين يا الله؟ الذين يؤمنون. يعني خلونا نتكلم بصراحة، أحد يستطيع اليوم أن يتكلم في السياسة؟ أحد يستطيع يتكلم في السياسة؟ لا لا لا. ليش؟ خوف. خوف. خوف، لأن عندنا يقين أن من يتدخل في السياسة وفي شيء لا يخصه سيسجن. صحيح. مو تخصك، وقف، لا تسب، لا تمدح، خلك وسط. متى ما دخلت في شيء لا يعنيك مشكلة ولا لا؟ صحيح. لأننا نؤمن أنك لو تغلط في رئيس دولة، في ملك، في وزير، في مسؤول، ستعاقب. طيب يا أخي، ألا تؤمن بوعيد الله عز وجل وبعقاب الله؟ أن الزنا محرم، أن الربا محرم، أن الكذب محرم، أن الظلم محرم. إذا تؤمن فيه ما تسويه، لكن إذا أقدمت عليه فأنت لا تؤمن بالغيب. صح. لهذا امتدح الله الذين يؤمنون بماذا؟ بالغيب. الإيمان بالغيب هو من سيحمل من يسمعني ويراني اليوم على أن يتصدق، لأنه يعلم بوعيد الله أن الله عز وجل ماذا؟ سيربي هذه الصدقات، بأن عند الله لن تضيع. يجيك بعض المرجفة وبعض المثبطين يقول لك شكرا الله خليك، شوف ذا المطاوعة يا رجل، النصابين قاعدين يجون في القنوات، يلا وقف 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 وقف، ثم تلقى الشيخ مع موتر، مع سيارة، مع طيارة، مسافر رايح وجاي. يا أخي، ونفرض جدلا إن المطاوعة نصابين وإنك طحت في واحد كذاب، يا أخي خلك مع الله، الأجر ثبت. يعني أنت ما قاعد تشتري دخان بحرام؟ أنت ما قاعد تشتري شراب في سفرتك حرام؟ أنت ما قاعد تدفع لبعض البغايا حرام؟ أنت ما قاعد أحيانا تزور مريض تشتري وردة ب300 ب400 ب500 وخمس دقائق ويابسة ترمى في زبالة؟ أنت ما قاعد تشتري ملابس تبلى خروج تلبسها وبعد كم أسبوع العيال عندك يرفضون يلبسونها، يقولون شافوها الناس، وتصير في البيت ما عاد لها قيمة بمبالغ؟ ما حسب نفسه. ما طب ليش ما قلت يا أخي ليش أنا أسوي كذا؟ ليش أنا قاعد أعبث عبث الصبية؟ إحنا ما نقول لك لا تسافر ولا تأكل ولا تشرب، لا يا أخوي، سافر واركب أفخم سيارة وأجمل سيارة، وسافر أجمل مكان إذا بغيت تسافر في محل تعرف ما في فتن، ومارس حياتك. لكن الله يقول ولا تنسى نصيبك من الدنيا وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يعني هي العملية عملية موازنة. الشيخ مباز رحمه الله كان يسأل أحيانا في درسه إن بعض الناس يعني شيخ يشتري ساعة بقيمة أو سيارة أو كذا، فقال وأما بنعمة ربك فحدث. يعني ليس من العقل أن تكون تملك خير وساكن في بيت عشة، وليس من العدل أنك معك خير وراكب لك سيارة كل يوم تبنشر وتخبط على الدائرين. ما هو بعدل أن عندك خير وعيالك عايشين جوع وفقر مساكين يتمنون موتك. صحيح. لكن في القبيل قدم شيء لله، خذ معك شيء لآخرة، خذ معك، يعني لا تستني أحد يعطيك، خذ معك. فرسالتي لكل من يسمعني اليوم يا شباب، خذوا معكم، ترى المشيب قادم. عمرك 40 30، ترى الأيام قريبة والسنين قريبة، ستصل 50 و60، وتعرف معنى كلماتي هذه اللي أنا قاعد أقولها الآن لك عشان تنفع فيها أمك وأبوك. سيأتي يوم تقول الله كان الشيخ يقول كذا، يا ليت عيالي يصير فيهم خير. والعملية عملية سلف ودين، بروا بآبائكم تبروا بكم أبناءكم، عفوا تعفوا نساؤكم. العملية عملية سلف ودين في هذه الحياة. غير السلف الدين، خايف من على عيالك من حرام على بناتك، انت عف عشان ما يقعون بناتك أولادك. خايف من مشيب والهرم والعقوق، اتق الله في حياتك. حافظ علاقة مساواة. مساواة.
هكذا تنتهي في النهاية. سبحان الله شيخ، سمعنا أول شيء الله يجزاك خير ويحييك. جزاك خير ويكتب أجرك على الكلمات. اللهم نصح شيخ، شفنا يمكن نماذج كثيرة، سمعنا عن نماذج كثيرة وردت في الأثر، وردت عن الصحابة، وردت عن التابعين وتابعين التابعين إلى اليوم الحاضر. نشاهد يعني في ناس سبحان الله تحصل في بركة بماله، بركة بأولاده، لطف الله في أولاده، يكون عنده أولاد متهورين أو أولاد انحرفوا عن المسير ورجعوا، رجعهم الله عز وجل واصلحهم وصاروا من البرين. ذكرتني بشيء، تفضل وراح أرجع لك. الدكتور حميد زياد هذا اللي أقول لكم الدنيا جبته، يقول أنا سادس شخص مطلوب عند الحوثيين في اليمن على قائمة اليمنيين، سادس شخص. يقول خرجت أنا وعائلتي وهربنا وطلعنا، يقول بقي ولدي محمد وخطف من قبل الحوثيين. يمني يا شيخ؟ يمني. يقول أخذوه الحوثيين. يقول لي الولد لأبيه، يقول حطوني في زنزانة وخذوني في محل، يقول هم ماسكيني زي كذا، كل واحد يقول آه ولد حميد زياد والله ما عاد أشوفك أبوك، آه خله يطلعك حميد. يقول كلنا يتوعد على أن إيش خلاص رايح من تمام. يعني تخيل ابن سادس مطلوب بدين عدوه، خلاص ابن سادس مطلوب مطلوب، والرجل هو أكبر أبنائه ويعرفون محمد بأن الدين لمن لأبيه. يقول حطوني في هاك الزنزانة حوالي شهرين، لا أكل لا شرب، إذا جابوا لي شيء يجيبوا لي بقايا حيوانات حتى مو أوادم أكلها، يقول وأكل. يقول في ليلة من الليالي جاني واحد حوثي الساعة 2 الليل وقال لي يا محمد اليوم بهربك من هذا المكان. الله أكبر، يوم جاء الفرج. كيف؟ قال بهربك، أبوك له فضل علي، أبوك سوى فيه معروف، مرة جيناه أنا وأمي فقراء فأعطانا من الخير اللي عنده، تراني حامل المعروف هذا لأبوك، وقل له ترى فلان اللي خرجني. لا إله إلا الله. يقول وأخذني في الليل وغيروا التحقيق ومن مكان في مكان لين وصلني في الطيارة وطرت على الأردن. الدكتور حميد زياد البارح سولف أنا وياه، أقول الدكتور تعرفه؟ قال والله يا أبا مصعب ما أعرفه نهائيا هذا الشخص. الله أكبر، صناعة معروف هذا يا شيخ، تقي تقي مصارع السوء. الله أكبر يا أخوان. دكتور حميد زياد عملها مع من؟ مع غريب ومع الله، ومع الله عز وجل، مع الله، فحفظها الله عز وجل، حفظها الله عز وجل. الذين يؤمنون بالغيب دائما اجعل قاعدتك إذا جيت تقدم على عمل خير تذكر ما عده الله للمؤمنين، الذين يؤمنون بالغيب. إذا جيت تعمل معصية دائما تذكر ما عده الله من عقاب للمذنبين، الذين يؤمنون بالغيب. إذا آمنت بالغيب هنا تستوي كل أمورك. لو يا أخوان جبنا خروف وقفلنا عليه في غرفة وحطينا الشعير برا وخليناه سنة، شو بيسوي هالخروف؟ يموت. يموت وهو شايف الشعير يوم حطيناه وقفلنا الباب، شو بيسوي هو؟ ما بيموت. لكن لو قفلنا على شاب وحطينا له أكل وموية وكل شيء في صحراء وقفلنا عليه الباب ومشي، ايش بيسوي هالشاب؟ ايش بيسوي؟ بيحاول يكسر الباب عشان ايش؟ لانه يؤمن بالغيب. صحيح. هنا الفرق بين الآدمي والحيوان والبهيمة، عنده عقل يجعله ماذا؟ يؤمن بالغيب، وهذا عنده عقل ما يؤمن فيه بالغيب، ما يعرف ايش المغيبات اللي وراء هذا الجار مع انه شافه. لكن المؤمن الصادق عنده إيمان بالغيب، عنده إيش؟ إيمان. إنه هذا الجدار لو هديت أنا حاكل سعيش، صحيح. أكل راح أعيش، صحيح. لكن هذا ما عنده، خلاص مات في محله، ما عنده إيمان بما وراء هذا الجدار مع أنه شافه. لهذا يا إخوان هذا الفرق بيننا وبين البهيمة، في العقل في الإيمان بالمغيبات. لهذا قال الله الذين يؤمنون بالغيب. تفضل، كنت تقول بنت. والله ضيعتها يا شيخ، أنا آسف. أنت تقول إن لهذا الإنسان إذا أولاده اي نعم فيه، يقول لك فيها امثله كثيره. جميل. شاهدنا حتى على مستوى المنطقه هنا فيها، يعني نعرف فلان وشهدوا له شياب كبار وناس كبار بالسن، ممكن تميز عن اخوانه او عن ابناء عمومته اللي معهم. سبحان الله، يوم ترجع يوم يرجعون هم نفس الشياب، تسمع سوالفهم عن الشخص هذا، تسمع كلامهم قصصهم، تعرف ان التميز سببه اول شيء توفيق الله عز وجل، ثم بره بوالديه. يعني يقول لك هذا فلان كان بار بوالديه، كان بار بوالدته، كان يخدمهم، كان يقدم شيء لهم،